السلام عليكم. بشكر الحكام المشاهدين والمشترك يزدنا وصحبي ليشا. أولا بس مشيت لطلاب ديالهم قالوا لك احنا يا العالم لازم باش يقرا على راسه باش يقرا وبعد يعاونونا باش نلقاو طرق باش نحطو الأسلحة في الفضاء. أولا واش كيفاش هاد الشيء زعما أتبقى مع بنادم من صغرو من الصف الأول حتى ل 12 ومن بعد الجامعة ومن بعد معرفتش شنو يدير عاد باش تقراولهم داك الشيء وعاد باش يعاونوكم باش تصرفو السلاح. كيفاش يعاونكم هذا شحال ديال السنوات خصكم تخدم مع الطفل 30 عام ولا 40 عام شحال بعد المختار بيت قالوا لك باع مختار قالوا لك احنا نمشيو نصوبوا خطة للبلان السلاح كيفاش يكون وداكشي زعما ستيشن ديال السلاح في الفضاء. كيفاش دابا مور 40 عام ياك الشينوا ولا روسيا اللي كتقولوا غيديروا سلاح هذا عاد تصفوا داكشي واش تخدمين تما عاد تصفوا. ومن بعد قالت في المختصي قالت ناخذوا الاسلحه اللي عندنا ونصفوهم في الفضاء ونبنيو الاسلحه في الفضاء وتخدمنا رحلة وحدة. كيفاش هادشي مستحيل هادشي. وبعدا الستاتوس كو كيقول لك الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية خاصة تزيد من البحث والبنية ديال الفضاء بعد الماتوسفير ديال الأرض. كيفاش إذا هذه ماشي سبستانشال زعما ما يمكنكمش تصفى خطا وحدا وماشي سبستانشال ما يمكنكمش ديرو داكشي. هذه البوانتي والنقطة الدال حنايا قالوا لك غيديرو الضريبة للغنيين والكلاس العالية شنو سميتو. ولكن انا دابا حنايا عندنا ازمه اقتصاديه واش بنادم كيتقى كيفاش يجبدو خبزه وانتم بغيتو يخلصوكم فلوس يعطيوكم فلوس ساكن خاصهم عاد باش يلقاو كيفاش يغذيو ولادهم وعائلتهم انتم باغيين نزيدو عليهم المحنه ويقول لهم فلوس باش نصفطو أسلحة الفضاء اللي يجيبوا لنا حرب عالمية. النقطة اللي موراها قالوا يعطوا وظائف اللي بنات في الفضاء ونعاونوا الاقتصاد زعما تعطوا هذاك اللي يقرا 40 عام تعطوا عادة مسكين قرا 40 عام تصفطوا الفضاء باش يقرا. مسكين هذاك اللي جالس مسكين وحده ما عنده جالس وحده ما لقاش ما لقاش حاجه شنو غديروا له هذاك اللي مسكين ما عندوش خدمه هذاك اللي ما لقى اللي قرر ولا يغدي شنو غديروا له هذاك شنو غديروا الفقراء. واف كاين من هذا بصح خصكم ديروا اللي كيتخربق اللي كيخربق اللي ماشي مع النظام خصو يتعاقب. دابا نطالبو مع الديسان فانتيج ديال سميتها الحرب العالمية الثالثة. أولا قال لك نصفطو أسلحة الفضاء بغيت نقولكم بأن إلا صفطو أسلحة الفضاء يتكرسو على البيئة ديالنا هادي مصيبة كحلة. شنو دابا أول حاجة يديرو لنا حرب ومراها يقتلونا نموتو كاع بالكلايمت البيئة داكشي ديال من بعد نقولكم بأنه
مور داكشي ارفعوا الكوارث الطبيعيه وداكشي شحال من حاجه شحال من بنات ميموت ما بغاوش يخلصوها ما عرفتش اش نديرو معاهم ما بغاوش كاع يخليونا زعما بغينا حنايا الاستقرار والحريه وما كيجيبو لنا الكوارث الطبيعيه وكيجيبو لنا الحروب وداكشي هادشي من بعد قالوا لك دابا إلا حطوا أسلحة في الفضاء أنا نقول لكم هذه صراحة ومعروفة شنو سميتو الأقمار الصناعية وداكشي ديال الاتصالات داكشي كله غيكون خطأ علاش إلا حطوا داكشي البلدان الآخرين حتى هما يبغاو يجاو يردوا عليهم حتى هما يخافوا حتى هما ويبغاو يردوا عليهم داكشي غيبنيو حتى هما داكشي ويضربوا لهم الاقمار الصناعيه الساتلايت بالانجليزيه فهمتي كيفاش هادشي زعما دابا اول الكون الطبيعي من بعد الحرب العالميه ومن بعد دابا ما بقاش نعيطوا للحباب ديالنا شهادشي هما وراها وبعدا قالوا لك داكشي غيكون اخر داكشي انا نقول لكم دابا باش يحميو امريكا خصهم يحطوا المياوات والمياوات ديال الاقمار الصناعيه باش يحميو امريكا علاش حيت هذوك الاقمار الصناعيه وهذوك الصواريخ اللي يتصاوتوا شنو غادي يوصلوا لك جوج دقائق يوصلوا لك الارض خصهم شهور باش يوصلوا من هاي يوصلوا الارض غتكون الشين وروسيا واجبين لهم ويعرفوا شنو يديروا اذا علاش خصنا نحطوا في اسلحه اخرى وعصابه قلت لهم انا نعرضوا الحال ديالنا الخطر والله عمري ما نكذبش هذا الشيء باين واضح بلدي اللي ما صارش تحط هذا الشيء 2 بليون ايه وعباد الله واش شاف شي دابا باش دير داك الشيء خصك 60 مليون وداك اللي مسكين ما قادر باش يخلص له خبزه باش يغذي العائله ديالو شنو ديروا له وداك اللي ما بقى ما يطرى وهذاك اللي ما بقى ما بقى ما يدير اش واش نعرف دابا شنو ديروا شنو هاد 1.2 بليون بنادم ما جوع ما عندهم ما ياكلوا.